لكن في وضع الظروف الآتية وانتخابات مجالس المحافظات بعد مرور 10 سنوات، لا نرى بأن هناك جهة ممكن الاعتماد عليها في هذا الملف، بل هي محاولة لتدوير الوجوه ولتدوير الشخصيات والاستفادة أكثر من مجلس المحافظة من أجل تقوية السلطة وتقوية أحزاب السلطة واقتصادياتهم والكتل السياسية واقتصادياتهم ونفوذ عائلي لم نراه في جميع الانتخابات. اليوم النائب يرشح أخوه، النائب يرشح ابنه، الوزير يرشح ابنه، المحافظ يرشح ابنه. شنو اللي صار؟ شنو القصة؟ نائبة ترشح أختها أو مدير مكتبها أو ابن عمها. شنو هذا التغير؟ شنو هذا التحول؟ هل أصبحت أعضاء مجلس المحافظات على تحول عائلي؟ هل أصبحنا في زمن عائلي؟ يعني هي الوزارات ما خلصانين من عندها لحد الآن، نقول وزارات أكو بعض الوزارات محصورة لجهة عائلية، احتكار لجهة عالية. يعني احنا دائما نقول احنا ممكن من يقول انه خلصنا من الاحتلال، لا، احنا دخلنا في مرحله استحكار السلطه بيد شخصيات محدده وعائلات. لان هم استاذ سيف الصور عرفوا لها، يعني عرفوا اللعبه وعرفوا البير وغطاء وعرفوا ما داخل هذه الانتخابات وشون هم عندهم خبره بها.